أسرار كتير مالية الوسط الفني، ودايماً أخباره بتهم الناس كتير، وبيحبوا يعرفوا حكايات النجوم وأسرارهم وكمان حياتهم الشخصية، علشان كده دايماً بيكونوا ترند. النهاردة هقولك بقى أصول النجوم، يعني كل النجوم اللي احنا بنحبهم دول مش مصريين وليهم أصول تانية كتير، سواء من الأب أو الأم أو حتى الجدود. هتتصدم معايا لما تعرف أصولهم الحقيقية. النجمة غادة عادل مامتها سورية، لكنها اتولدت أساساً في ليبيا وفضلت عايشة هناك ودرست لحد ما دخلت كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قاريونس، وده لأن والدها كان شغال هناك وعاشت معاه هي ومامتها. وبعد ما اتخرجت كانت عاشت في مصر وبدأت رحلتها بقى مع الإعلانات والكليبات. شاركت هاني شاكر في كليب تخسري سنة 97، ومن وقتها وهي عايشة في مصر. يمكن مش كل الناس عارفة إنها أصلاً مش مصرية. نيلي كريم كمان من أصل روسي، وعلشان كده بنشوفها بتتكلم روسي كويس جداً ومتمكنة منه. نيلي باباها مصري ومامتها روسية وعاشت معاهم هناك فترة طويلة. اتعلمت الباليه في مدرسة روسية، بعدها رجعت مصر ودرست في أكاديمية الفنون وعملت دراسات عليا في فن إخراج البالي. بدأت مشوارها الفني من خلال فوازير رمضان، وبعدها دخلت مجال التمثيل، لكن إتقانها اللغة الروسية خلى ناس كتير تتوقع إنها في حد في عيلتها من هناك، وفعلاً طلعت مامتها. مي عز الدين، اسمها الحقيقي بقى مهيتاب، اتولدت في الإمارات وعاشت في أبوظبي 4 سنين، وبعدها رجعت مصر مع مامتها، عاشوا كمان في اسكندرية. كمان هي من أصل تركي لأن جدتها تركية، بس هي فضلت عايشة في مصر وكبرت وتربت هنا لحد دلوقتي، رافضة الجواز لحد ما تلاقي الحب اللي بتدور عليه. هانا شيحة وأختها حلا من أصول لبنانية أصيلة، لأن والدهم الفنان التشكيلي أحمد شيحة اتجوز اللبنانية نادية زيتون وخلف منها 4 بنات، لكنهم رجعوا عاشوا في مصر، واهتمت نادية بمواهب بناتها الفنية والموسيقية. من هنا درست هنا في المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها في التمثيل. نهال عنبر كمان من أصول شركسية، لكنها اتولدت في مصر وعاشت في أمريكا فترة طويلة جدا، وبعدين رجعت مصر تاني ودرست سياحة وفنادق واشتغلت في المجال سنين كتير، وده قبل ما تدخل مجال التمثيل. النجمة ليلى علو بقى اتولدت في القاهرة، لكن مامتها اسمها ستيلا وهي ست يونانية وإذاعية كبيرة. قالت عنها ليلى علوي إنها زي ستات الصعيد وكلمتها واحدة، وده فرق في تربيتها. عاشت معاها في مصر وربتها زي المصريين مش تربية أوروبا. هالة صدقي بقى أو الشهيرة بالملكة صفصف، والدها فلسطيني ومامتها مصرية واتولدت في أمريكا، عاشت طفولتها هناك وبعدين رجعت عاشت في مصر مع والدتها وكملت دراستها وخدت ليسانس أداب، وبعدها انطلقت للتمثيل. كانت في فترة الثمانينات وكانت هي بداية شهرتها. الراقصة لوسي بقى ما طلعتش مصرية زي ما كنا فاكرين، لكنها فلسطينية اتولدت هناك وعاشت فترة طويلة، وبعدين هاجرت وجت مصر وعاشت هنا وبدأت رحلتها في الرقص والتمثيل، لكنها فضلت فترة طويلة ما تتكلمش عن أصلها الفلسطيني خالص ومحدش كان يعرف، لحد ما طلعت في لقاء تلفزيوني وحكت تفاصيل قصتها كلها وإن عيلتها من مدينة الخليل الفلسطينية. لو رجعنا شوية لأيام الزمن الجميل هنكتشف كمان إن نجمات كتير من بتوع زمان كمان ليهم أصول مش مصرية، أولهم النجمة ليلى مراد، ودي بقى حكايتها حكاية. اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد مردخاي، اتولدت في اسكندرية، أسرتها يهودية الأصل، باباها هو الملحن والمغني إبراهيم زكي مردخاي الشهير بزكي مراد، والدتها جميلة إبراهيم روشو وهي يهودية مصرية. كمان النجمة شادية والدها مصري لكن والدتها من أصول تركية. أما بقى الجانر الجيابازة فمامته كانت إيطالية ووالده كان مصري. عندك كمان الأخين حسين فهمي ومصطفى فهمي ليهم أصول شركسية، ودول بقى ولاد ناس قوي وعائلتهم أرستقراطية وكلهم من بتوع العمل السياسي. كان جدهم محمد باشا فهمي رئيس مجلس الشورى، وأبوهم محمود باشا فهمي سكرتير مجلس الشورى. كمان جدتهم أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.